آخر عمل لقى نجاح كبير على شبكة التواصل الاجتماعي، بتبيع نحكي بتبيع على اليوتيوب أكثر رقم كبير ياسر، 1,500,000 مشاهدة، المعدل متاع مشاهدة مسلسل الفوندو على قناة الحوار التونسي. ما بين الأبطال نحكي معهم اليوم والوجه الجديد اللي تكون معنا مباشرة على موزايكا فام، فاطمة بردقيس. صح شريبتك. صح شريبتك عسلامة. شو نحوالك؟ صح شريبتك سافا صح لباس؟ صافا الحمد لله. عايشك. راح برشا تكون بحذانا اليوم فاطمه مالغري بالفيديو، مي قاعدين نتفرجوا فيك ديجا على موزايك اف ام على الفيسبوك. فرحانه برشا لينا معكم، وميرسي بوكو على الاستضافه وميرسي على كل شيء. يعيشك، ميرسي بوكو ليك انت فاطمه. تبدلت تحياتك ولا مازلت؟ شو سامحني؟ تبدلت تحياتك ولا مازلت؟ تبدلت تحياتي ولا مازلت؟ تنجم تقول. كيفاش تقول؟ قاعدة نعيش في معطينا توم ملي فرحانة وكل شيء، باللي مزيد مصدومة ومش مستوعبة، خاطر بالحق شوجمون توتال سيرتو بريودو لما خرجتش في رمضان. أما تو عندي جمعة ملي بديت نخرج، العباد بدو يعرفوني بيا، عسلامة بيا، صغار يجيو يحبوا يتصوروا معايا، بكبار بصغار، حتى يوقفك حاكم يقول لك أهلا بيا. معناتها حسيت بيا بالحق، وليت معروفة عن طوكو بيا. تتخيل إنه كلمة بيا باش تقعد تتبع فيك برشا؟ يمكن خاطر برشا ما يعرفونيش ان طونكو فاطمه، ويسالوك في الدنيا. انا نحب نعرف اسمك شنو في الدنيا، نحب نعرف كي تشكون في الدنيا، نعرفك بيا ومحليك بيا، وانا كي قعدت بيا. فاطمه بردقيس، ديجا انت قلت حابوا نعرفوا اسمك، اصل اللقب مثلا ما نعرفوش برشا بردقيس، لقب بردقيس. اي ماهوش اوفيت، احنا عائلتي قريقنا على باز، وانا عمري مشيت قرقنا، معناتها ما كي تتبع كيما نقولوا اصل بوك نشوفوه قرقني. اما هو دوريجين نتاعو يوناني. خاطر ثم برشا حكايات على اللقب، يقولوا ثم شكون اندلسي، معناتها انتم دي بورتوغي، حاجه كيما هكا، موجودين في سليمان، موجودين في تستور. ما كنتش نعرف الحكايه نتاع لقب، وكنت ديما نحب نعرف حكايه لقب شنو. اون فيت مره جاني ميساج من شكون تحسوا هكا يعرف الدوريجين نتاع هكا الفامي نتاعي، معناها دونك بردقيس كانت معناتها فامي في اليونان، بريود كيما نقولوا احنا الحروبات وكل شيء. الجوغ اللي هربت من اليونان استقرت في جزيره قرقنه. تخي بيان، من وقتها وليت بردقيس في تونس. وانت اليوم دخلت للفوندو، عمل ناجح معناها على كل المقاييس، وهذايا الجمهور يحكم مش احنا باش نقولوا الشيء هذايا. شاركت فاطمه في اكثر من كاستينج ابار الفوندو. ايه اون فيت صافي 4 نعمل في الكاستينج، كل عام نمشي نعمل كاستينج. تجي الحاضره ولاد مفيده؟ ايه كل عام كاستينج، كل عام نمشي نعمل كاستينج. اصلا يزوري جماعه الكاستينج ولاو يعرفوك؟ أصحاب معهم من سنة، واحد وكان مناي جيت عمل كاستينج جاي ولا معناه سبعة لنا أصحاب، وبحق حب معناه شفتو قدم تحية لبالي كمون. عشاك فات أول كلامي هاي جيت عمل كاستينج، هاي جيت عمل كاستينج سبعة، اللي توجي معروف هذيك. وجهك معروف في الكاستينج، ونهار تبي تقبلت في الكاستينج كنت وصفلي نهار ذاك. اون فيت انا عديت سنين، معناتها جوست المسلسل برك عديت دو كاستينغ، عديت الكاستينغ الاول، بعد عاودوا عيطولي عاود دوزيام كاستينغ، عاود دوزيام كاستينغ، وبعد هكاك بشهر جاني تليفون كيما حكيت معناتها مع هادي الكل نتاع ايجا رانا حشنا بيك. وقتها بالحق مانيش مصدقه، انا حتى نحكي معك تو ما زلت مصدقه اللي انت موجوده في المسلسل. وعجبت برشا ناس قعدوا لوجوا عليك. عجبت برشا ناس الحقيقه، وبرشا ناس زاده ما عجبتهمش، ونحترم ونقدر الموقف نتاعهم والنقد نتاعهم. ما نجمش انا تو نجي نقول راني بارفيت ولا عرفت مثلت، ولا انا زاده مانيش ساتيسفيت برشا على روحي معناها كل شيء. اما كاول اكسبيريونس الحمد لله تعديت سافا، وبالحق مش سهل باش تقف قدام كيما سي كمال تويتي، ولا حتى تقف قدام نضال السعدي، ولا حتى يسيم قام، بالحق مش سهل معناها. يعني باش نرجع للحكايه هذيك سورتو، انك تلقى روحك اليوم بعد 4 سنين كاستينغات موجوده قدام الممثل قدير كمال التويتي. كان تحكي لي على التجربه هذيك، تقف قدام ممثل قدير عنده عديد الاعمال ما بين سينما، ما بين مسلسلات ودراما، ما بين مسرح. فاطمه شنو حسيت وقت اللي وقفت قدام الراجل هذايا؟ قعدت الحقيقه اول مره شفته قعدت نغزر له هكا، نتاع بالحق قعدت نعشق في انسان، معناتها قعدت نعشق في كمان نحب ولا نكره كمال تويتي، اسم كبير في الفن وفي التمثيل وفي كل شيء. فرحت
وكمان بيتي مش كيما برشا يعرفوه في الدنيا، لو تبيعته في الدنيا محلاها على الاخر، كنا كلبوه بنته هكا شوق، حتى كي نقعدوا شوق فطرنا معناتها خليني اليز بالحق، خليني اليز معناتها كان ابوه بنته، لا انت بنتي وسايبوا لي بنتي، حتى كي شوق فطرنا بضحكوا لعب معناتها فادلكوا وفرحانة على الاخر، وليا بالحق شرف كبير اني شاركت مع كمال بيتي في مسلسل فوندو، واني كنت بنته وحسسني بالحق اللي هو في مقام بابا. عاونك في تورناج، عاونك في الوقفة نتاعك قدام الكاميرا بما انه انت اول تجربة هذه نو؟ اي عاوني، والحقيقة كلهم عاونوني بالحق، جيد لاشانس اللي انا لقيت ايكيب الكلها، ايكيب الكل كسوا لي كوميديان ولا لي كوميديين ولا حتى لي كاميرامين ولا حتى صوت، كلهم عاونوني معناتها. لقيت روحي محظوظة اني ما كليتش برشا على راسي معناها كل شيء، لقيت روحي محظوظة ببرشا عبيد عاونوني وفي اعمل هكا ونصحك ما تعملش هكا معناتها. بالحق فرحت على الاخر. تعتبر روحك اليوم محظوظة انك خدمت مع سوسن الجمني؟ بالطبيعة اكيد محظوظة برشا زاد، وسورتو كأول اكسبيريونس مع سوسن الجمني بالحق غازي من محظوظة. كيفاش لقيت روحك معاها؟ ملول كنت خايفة، خايفة منها وخايفة من روحي برشا الحقيقة، وسورتو كأول نهار في التغناج نتفكروا عمري ما ننسيه، عمري ما عمرها ما كانت ما بلي تخيلت التمثيل، عمره ما كان صعيب كما انا تخيلت معناتها بالحق صعيب برشا، كنت ديما نخاف من سوسن الجمني، كما نعجبهاش كما تخد كما نعجبهاش تقول عليا زعما زعما راضي عليا زعما لي، وسوسن بالحق معناتها ما تخرجك من سيكونس كما تكون هي ساتيسفيت بها معناها عادي تقعدك نهار كامل في جوست سيكونس برك، يعني كيف تخرج هي بلي تحب عليه. بالنسبة للنضال وياسين بن قمرة، تلقى روحك اليوم ما بين زوز ممثلين خدموا معاه خدموا مع بعضهم تقريبا 5 ولا 6 سنوات، يعرفوا بعضهم مليح كسوا من التلفزة ولا كسوا من الدراما، اليوم تلقى روحك في وسطهم فاطمة؟ بالحق هذا شرف كبير، وزوز محليهم كنت كي أختهم الصغيرة، عاونوني برشا، وزيدا نحب نقدم تحية كبيرة للنضال السعدي بالحق عاونني برشا، خرج مني شخصية أخرى، كنت ديما هكا خايفة من إني نغلط، خايفة من إني ما نجيبش ما نقدش سيكونس هذيك، ألوغ كو نضال كان ديما يشجعني تنجم تعملها تنجم راك أمن بروحك راهو عادي، شدني حسن يبدا معناتها يبدا يصيح عليا نتاع راك تنجم تقدها ابكي ميسالش عيط صيح ميسالش، المهم راك تنجم، وإفكتيفمون أشاك فوا نقد روحي، وبالحق عاوني برشا ونصحني في برشا حاجات كيف كيف ياسين زادة، خليني أليز معاه في لي سيكونس، مش كيف معناتها ما نجمش نكون من اول سيكونس تحس روحي عليز ولا تنبه هكا خفيفه ولا حاجه معناتها، كل خليوني نحس روحي كلي كأن اصحاب معنا برشا، كأن بالحق كل الريلاسيون تاع عارف حتى اصحاب في الدنيا با فورسيمون حتى عارف وواحدة تخدم معناتها في السيتي نتاعو لي بالحق فرحت برشا، الاولاد محليهم على الاخر عاونوني كلهم. شكون عاونك اكثر او بلوتو شكون قربت اكثر لياسين ولا نضال؟ نضال قربت اكثر مثال برشا فيديوهات على السوشيال ميديا مثلا كيما على اليوتيوب على تيك توك على انستغرام زيدا مونتاج هكا تاع احسن اللقطات اللي صارت بينك وبين نضال، خلقوا قصه حب دراميه خارقه للعاده، قاعده تتبع ولا لا؟ قاعده نتبع وقاعده نشوف في كل شيء، ودايوغ يجوني برشا ميساجات كي شافوا بعض بيا وليت مع سليم معناتها كل شيء، يجوني ميساجات لي يفك عليك من سليم راهو يحيى خير راهو يحيى يحبك ويغار عليك وراهو معناتها عرفتك العبيط تقولش عليهم عايشين معنا تعيش معاك في المسلسل صحيت راهو يحيى غير عليك وانت ماكش فايقه راهو مش مشلق لك اما راهو يحبك رد بالك تولي مع ياسين اعطيه شانس نتاع العبيط تحب تشجع بيا ويحيى اكثر معناتها كل السواق دموغ بالحق معناتها سيختو بعد حلقة اليوم كي بيق أول مرة تستعرف اللي تحبه سيختو الجملة الشهيرة اللي قاعدة تدور تو على فيسبوك هذيك هي اللي قاعدة تدور برشا حتى في الكومنتير على باج موزايك فاهم الفيسبوك الناس كل قاعدة تكومنتي برشا كومنتيرات منهم الكومنتير هذايا به فاطمة ربطوك برشا ناس بنضال السعدي في الحقيقة مش في التمثيل ثم فيديوهات دارت ومنهم فيديو كيفاش انت من مشهد من مشاهد في المسلسل لابسة زوز خواتم في يدك هو نفس الخواتم اللي لبسهم معناها شكون مع نضال في ستوريات على انستغرام، يعني نضال معها شكون لابس نفس الخواتم اللي انت لابستهم في التورناج نهار 23 افريل بالتحديد، صدفة ولا حقيقة فاطمة؟ صدفة مش حقيقة، صدفة وما همش نفس الخواتم راه مش نفس الخواتم مش نفس الخواتم بالحق ما مش نفس الخواتم انت بيدك تثبت سكيل باغي
خوفيت لخويته ما يدوكم بتاع التورناج مش حتى بتاعي الحقيقة. خديتهم من عند شكون ولا خديتهم من التورناج معناها؟ لا التورناج الكيب نتاع الكوستيم هما اللي لبسونا معناها كل شيء بعد جولهم على رواحهم وكا ومعناتها. أما الخويته مش هما بيدهم هكا ولا؟ لا مش هما بيدهم ومانيش أنا ومانيش أنا معناها. لا مش نفس اليد. مش نفس اليد يا فاطمة؟ سير والله والله لا هي نفسي يعني اليوم جوز حتى للرأي العام وحتى لفاني قاعدين يتبعوا لا تربطك أي علاقة بنزار السعدي. لا أبر علاقة صديقة قوية ولينا بالحق صديقة ولا أخوة الدنيا. صديقة وأخوة وتسكت شوفه معنا شو المرتبة الأولى صديقة ولا أخوة؟ نجم يقولوا ناش صديقة أخوة كيف صديقة صديقة أكثر تمشي. بعت على المانكينة فاطمة؟ بعت بعت ديجا من قبل المسلسل وقلت مع أنت صرحت مع هيدي زعيم وكل قلت راني وصلت تعبت وفديت من الخدمة خاطر تعب ومش سهلة كها وأنا حابة تمثيل أكثر. مش تكمل في الخلمة دايا بتاع التمثيل باش تمشي؟ مش نكمل مش نكمل مش نكمل مع سوسن الجملي ولا مش مع سوسن الجملي؟ ان شاء الله كان ما موتش في جزء ثاني. ثم جزء ثاني معناها من مسلسل الفندق؟ ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون فما جزء ثاني نورمالمون ثم جزء ثاني من مسلسل الفندق. انستغرامك فاطمة سعود صاروخي في الزابوني متاعك من اول رمضان نلقى عندك 100 وشويه اليوم نلقى عندك 200 وشويه. برشا ملول اونفيت برشا ما برشا كلي فوب بروفيل من اول سيكونس تعديت فيها في الحلقه الثانيه برشا لي فوب بروفيل برشا دي كونت كبروا باسم فاطمه بعد عرفوني انا وعرفوا الانسان تاعي بالحق ميساجات راني باللي نحب نقرا ونجاوب راني بالحق قاعده نجاوب وباللي نحب نقرا ونشيخ عليهم معناتها حتى عبيد نتاع عايشين معايا اون طونك بيا معناتها راهو فيق راهو بوك راهو خطيبك يسرق في بوك فيق راه نحبوك فيق عايش شخصي هكا نبدا شيخ عليهم ميساجات ونقرا فيهم بالحق معناتها محبة العبيد بالحق محلاها وكل شيء كيف كيف حتى قلت اللي نقدوني وكل شيء بالحق نقدر راي العبيد الكل ما نجمش نقول راني تبخفيت نعاود نقول مانيش ممثله مازلت مانيش ممثله ومازلت ما خديتش الاكسبيريونس الكافيه يعني باش نكون ممثله وان شاء الله نحاول وان شاء الله نحرص اني نعجب العباد الكل نجي نهار وان شاء الله نعجبكم الكل ان شاء الله. ميرسي بوكو فاطمه يعطيك الصحه ومبروك النجاح. ميرسي بوكو الجزء الاول من الفندق ان شاء الله ان شاء الله الجزء الاول من الفندق. ميرسي بوكو فاطمه يعطيك الصحه. ميرسي بوكو عايشك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق فاطمه اللي مثلت اليوم واحد من اهم الادوار في مسلسل الفندق على قناه الحوار التونسي. فاطمه بلقيس تلقاو الفيديو نتاعها على باج موزايك اف ام على فيسبوك تلقاو زاد على يوتيوب موزايك اف ام.